اكيد جماهير الارسنال الحين والله عاد يعني راح هم قالوا وايد، تحدث وايد الصحف في انجلترا، تحدثت المحللين المعلقين النقاد عن رحيل فابريغاس. راح يشوفونه من اسبوع الى اسبوع، من مباراه الى مباراه. انت اذا تلعب لاعب، اذا يلعب في برشلونه غير، اكيد اكيد تلعب مع برشلونه الالقاب تكون يعني قريبه جدا، الكلاسيكو اخر لقب، والان كاس جوان جامبر، وبرشلونه متقدم بهدف واحد مقابل لا شيء. وكنت اقول ان جماهير ارسنال مثلا واللي تامل لا مره اخرى، ما فيه شيء، فيه جول، فيه جول. مدافعي نابولي، مدافعي نابولي كانوا يترقبون الرايه، الرايه لم تاتي، والهدف الثاني سجل كيتا، يتقدم الكرة الرأسية والهدف الثاني لمصلحة برشلونة. كيتا ينشر الفرح مرة أخرى للكبار والصغار وللجميع في البرشا. وإنييستا يتألق، لاحظ لاحظ لاحظ، شوف إنييستا يوزع الهدايا على الكل، والكرة ما لاحظ لاحظ وين، لاحظ وين، هل كانت تسلل أم لا؟ كيتا والراية لم ترفع، وطاقم الحكام أسباني وسيدو كيتا الكرة الرأسية في مرمى دي سانتس، وسيدو كيتا يسجل الهدف الثاني. لكن والله يا أخي، والله يا أخي، يوم